لكن انا من قريب انا كان في نوع سلبي يعني، كان بيتكلم عن السلبي او الايجابي، كان رهيب جدا الموضوع. كانوا بيتكلموا ان الفيلم ياخد 7/10 والصوره حلوه والاداء باين، دي حاجه ما تضايقنيش. ممكن يكون فعلا عندي مشكله في الاداء ولو بنسبه بسيطه، بس ده رجع لان انا اول مره. ولكن انا عن نفسي كسندي انا عارفه المجهود اللي انا بذلته جوه الفيلم، وراضي عن ادائي كاول تجربه سينمائيه، لان انا شفت ناس كتيره ممثلين مع دلوقتي سوبر ستارز وليهم افلام، واول فيلم ليهم بيبقى ديزاستر. فانا مش على ما يتقارنش اساسا بفيلم، فانا مش متضايقه يعني. انا اذا كان حتى عندي في تصاعد وكده في الشكل الدرامي او في الفيلم، ان انا كانت في بدايه الفيلم ادائي يعني شويه مهزوز، وبعد كده بدا الموضوع والاداء يتصاعد وكان ده بشكل ملحوظ. يمكن على فكره مشاهد الدراما اللي كانت في اخر الفيلم كانت في اول التصوير، على فكره دي ما كانتش في الاخر، لانه برضه الافلام اللي موجوده كلها افلام لناس جديده او لناس اول مره تمثل او كده، ده بيخلي في جمهور معين بيروح لناس معينه، فخلى الناس شويه تبقى اقل او كثافه الناس تبقى اقل من المعتاد. نسيت كنت بتتكلمي على فئه عمريه معينه يعني. بالفعل هو ده اللي حصل يعني، حتى ان ده تاني عشان الفئه العمريه المعينه، واكيد مش كلها، مش كل الفئه العمريه المعينه دي عمرها الفئه. فالنسبة أو المبيعات اللي حصلت في الفيلم هي تقريبا جمهوري يعني، دي حاجة بسطاني ان انا قدرت اعرف او قدرت احصل انا يعني حجم او حجم نجاحي وسط فئة معينة معينة قد ايه. بس انا مبسوطة يعني anyway بالنتيجة ان احنا خدنا المركز التاني ووسط افلام كتير،